سؤال بخطر على بال كل ممرض متعين جديد أو متخرج جديد، مين أحسن، العلم ولا الخبرة؟ يعني أنا أحسن لو جبت ممرض معاه دبلوم سنتين أو ثلاث ومتخرج من سنة 96 مع خبرة 30 سنة مثلا أو 35 سنة، وجبت ممرض تخرج امبارح لكن معاه ماجستير، مين فيهم أحسن؟ إحنا بنتكلم علم، ما إلك دخل في تجربتي الشخصية. أثبتت الدراسات والأبحاث اللي انعملت لمئات آلاف المرات في كل دول العالم، مش بس على الممرضين، على أي إنسان بيشتغل في الكون، إنه العلم والشهادة والعلم النظري يساهم ب90% من نجاحك ومن شغلك على ستاندرد عالي ومن شغلك بحق الله. الخبرة إلها 10% فقط، لأنه المعلومة اللي بتكتسبها بعد خبرة 20 أو 30 سنة عن دواء واحد غيرك قراها في سطر في الماجستير. الطريقة الصح للدريسنج أو الطريقة الصح للتعامل مع الناس اللي ظليت تبدل وتغير لما وصلت لأحسن نتيجة بعد 30 سنة خبرة غيرك قراها في سطر في البكالوريوس. فما في إشي اسمه من قبل ما أبوك يتجوز أمك وأنا ممرض، ما هي هاي أكبر عيب فيك، إنك أنت متخرج من زمان وكل إشي راح عليك في هالثلاثين سنة أنا قريته أول 6 أشهر في الجامعة. كل الاحترام لزملائنا القدامى في المهنة، لكن هذا حال الدنيا. أنا بكالوريوس مع خبرة 19 سنة، لو داومت مع إنسان ماجستير ما عندوش خبرة ولا يوم بقول لهم حطوا مسؤول عني بكل بساطة. احكوا لي شو رأيكم بالتعليقات.